كتيف دابا الجهوي ديال يعني تعدد فيكم التقية كده. اعطينا واحد الخلاصة عامة، اهم الخلاصة في الاجواء اللي دارتها المؤتمر والنتائج ديالو. نقول ان كنشكركم حنا الصحافة لانكم تساهمون واحد القسم مهم باسماء صوت الكونفدرالية على مستوى أكادير، ونتمنوا نمشيو كيشبهها، وهذا ما عندنا فيكم في عدة محطات اللي كنتو جايبينها. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في أكادير العقدات يومي 28 و 29 يناير 2012 مؤتمر إقليمي تحت شعار نضال مستمر وتضامن دائم من أجل الكرامة وتحسين أوضاع الطبقة العاملة وترسيخ الحريات النقابية. هذا المؤتمر اللي دخلنا في الاستعداد ديالو منذ مدة، حيث أن بعد سلسلة من الاجتماعات ديال المجلس الكونفدرالي واللي الحمد لله هذا من خصال ديالنا ككونفدرالية في أكادير أننا استطعنا نخلق أجواء أخوية، بحيث أن جميع مراحل تهيئ مؤتمرنا والمراحل تداول تهيئ مؤتمرنا كانت تتم بالإجماع داخل المجلس الكونفدرالي. هذا المؤتمر اللي جلسة افتتاحية أنا شخصيا منذ الاختتام ديال الجلسة الافتتاحية تيقنا بأن مؤتمرنا كان ناجح، حيث أن حضرات تقريبا ما يزيد على 5000 كونفدرالي وكونفدراليات. 80% والخاصية اللي عندنا احنا في الأساس هي أن 80% تقريبا من الحضور كان هو المرأة، نظرا لطبيعة الأنشطة اللي زائدة في أكادير وشوكايت ما هو في تملول، هي إما الفلاحة أو قطاع التصوير الفلفي القطاع الصناعي. هذه القطاعات اللي كتشغل المرأة الدرجة الأولى، فكان تقريبا قلت 80% من الحضور كان من النساء، واللي اتسمت كذلك المحطة ديالنا بحضور إخواننا في المكتب التنفيذي اللي شرفوا عليه على المؤتمر اللي انعقد في المدرسة التقنية العليا للتكنولوجيا. وهذه فرصة كذلك نتوجه إلى السيد رئيس جامعة بنو زهر الأستاذ ديالنا عمر حيبلي اللي عاهدنا فيه دائما إنسان المحصدين، لا كإنسان ولا كمسؤول، كنوجه ليه الشكر الخاص. هو السيد المدير ديال المدرسة اللي قلت لسطا، وكنوجه تحية كذلك لإخواننا في لجنة التنظيم اللي لعبوا دور المؤتمر اللي حقق بالنسبة لنا نقلة نوعية في عملنا، بحيث أن خلال هذا المؤتمر داولنا في القضايا التي تهم الطبقة العاملة سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى الملف الطلابي اللي أعلناه واللي توج إصدار بيان نعطيكم نسخة منه. المؤتمر تقريبا اللي شاركت فيه حوالي 390 مؤتمر ومؤتمرة من مختلف القطاعات، الفلاحة، التصوير، التلفيل، الوظيفة العمومية، التصوير، الصناعة، السياحة والخدمات، أي مختلف القطاعات.
داز المؤتمر في جو طبع اسود اخاوي شغل وبشكل مزاجي، فاكادير كذلك من اهم المشاكل اللي كتطرح مطروحه واللي كتعاني من الطبقه العامله، وهو تملص العديد من المشغلين من احترام مقتضيات مضمونات الشغل. مثلا ورقه الاداء اللي كتثبت العلاقات الشغليه، بطاقه الشغل، التاويلات المتعلقه بعقد الشغل والتاويلات والفتاوي اللي كيعطيها مفتشيه الشغل. نخص بالذكر مفتشيه الشغل بايت ملول التي تعتبر الكونفدراليه هي العدو رقم واحد ديالها، وهذا نؤسف حنا نتاسف له، لاننا اي محطه من المحطات ديالنا سواء في التجمعات الاحتجاجيه اللي كننظموها او في المسيرات الاحتجاجيه او في البيانات او في فاتح ماي، دائما نؤكد على ان الفساد الاداري باقي، ومن اهم الادارات اللي حنا عن اتصال بها بشكل يومي مندوبية الشغل، خاصة أيت ملول، حيث أننا نبهنا مرارا دون أن يتم اتخاذ أي إجراء أو قرار تأديبي، وحنا لن نعدم أي وسيلة للدفاع عن الطبقة العاملة وفي التصدي للمفسدين في هذه الأرض، وعلى رأسهم مفتشية الشغل بإذنك. هذا أيت ملول. كذلك اللي كنتأسفوا ليه دائما في اطار التعامل ديال الجهات المسؤوله على فرض احترام القانون، وهو التعامل الجديد بالنسبه للعماله اسكان ايت ملول ما يخص عقد اللجنه الاقليميه للبحث والمصالحه، حيث ان منذ مجيء الكاتب العام الجديد الذي اسند له العامل اللي المفروض هو اللي يترأس اللجنه الاقليميه للبحث والمصالحه، اسند ليه هو يترأسها، فاذا كان القانون كانت مدونه الشغل كتقول على ان في ظرف 48 ساعه يجب دعوه لعقد اجتماع اللجنه الاقليميه للبحث والمصالحه بعد التوصل بمراسله اما من طرف نقابه او من طرف منظمه مهنيه او من طرف مشغل، فاللي كنلاحظوا هو التماطل. هذا التماطل اشنو كيعطي؟ كيعطي ان عوض تطبيق المشكل في البدايه ديالو كيعطي ان المشكل كيصبح اكثر. الامر اللي الا كانت احداث هذه اللجنه هو الدور ديالها في الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المقاولات، كنلقاو على ان عماله إذا كانت كتلعب دور معاكس، وهي انها تساهم بواحد الشكل كبير في تفاقم المشاكل، وذلك بفتاوي وباستشارات ديال مفتشيه الشغل بايت ملول، لان من البؤر اللي عندنا فيها مشاكل كبيره هي المنطقه الصناعيه في ايت ملول، حيث ان كاين خرق القانون بشكل سافر، عدم احترام، كاين كذلك تلاعب ما يخص التصريحات التغطية الاجتماعية، وإن كانت بعض الوحدات نكد لها كامل الاحترام، لأن المشغلين يحترمون حقوق العمال، ومنهم مجموعة من الزعير ذكر الأسماء ديالهم. كذلك لما عقدنا مؤتمرنا صادف الحملة الشرسة التي تقودها السلطة على البناء العشوائي، وحنا إذا رجعنا للتركيبة البشرية ديال العمال ديالنا والعاملات، كنلقاو على أن واحد 60% من الممسوسين بهذا الهدم هم الطبقة العاملة، ومن هذا المنبر نعلن عن تضامننا اللامشروط، وكنقولوا لهاد الأخوات وهاد الإخوان على أننا معاهم، على أن فضائنا الكونفدرالي مفتوح لهم، على أننا مستعدين معاهم لكل ما يقررونه، لأن لا يمكن أن يكون
يكونوا هما الضحايا ديال الفساد اللي ساد الإدارة واللي ساد آليات التعمير، لأن المشكل والسمسارة والانتخابات